للتأقلم مع الانخفاض المتواصل في أسعار النفط والغاز في العالم، أعلنت مجموعة رويال داتش شيل أنها تخطط لبيع المزيد من الأصول وخفض التكاليف خلال السنوات المقبلة. شيل ذكرت هذا الثلاثاء أنها تتوقع توفير مليار دولار إضافية من خلال استحواذها على بيتشي جروب. شيل ستخفض حوالي 2200 وظيفة أخرى عقب صفقة بي جي، وهو العدد الذي يضاف إلى 2200 وظيفة أخرى سبق الإعلان عنها من قبل، حسب ما ذكره الرئيس التنفيذي بن فان بيردن هذا الثلاثاء. شيل سبق وأعلنت عن خفض أكثر من 10,000 وظيفة حول العالم.